حفظنا في الحلقة السابقة بالأمس بعض الكلمات الإملائية بحركة الفتح عبارة عن 3 أحرف. اليوم هناخد الحرف المكسور، الكسرة، الحركة الثانية، الكسرة. نركز عشان الدنيا تبقى معانا زي الفل. وقبل ما نبدأ، غدا إن شاء الله أجازة الأحد، عشان الجماعة المغاربة كتير بياخدوا يوم الحد كده، مش عارف راح عليهم. هناخد إن شاء الله الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، 4 حصص ورا بعض، الاثنين القادم والثلاثاء والأربعاء والخميس، عشان نعوض لكم الحصتين اللي هم راحوا منكم. يبقى احنا كده بفضل الله بعد يوم الخميس ادينا لكم ال4 حصص بتوعكم اللي هم كانوا كانوا لظروف سفري كانوا متأخرين. تمام، نبدأ على بركة الله. اكتب بقى ورايا الحرف المكسور. نفس الحروف، نفس الحروف. احنا عرفنا نجمع الكلمة التجميع كويس جدا جدا ما شاء الله، فاحنا هنكتب الحروف مباشرة. اي بي، اكتب بقى معايا، اكتب ورايا. بي تي 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 وليس تي تي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا لوجين، اخبارك؟ تمام الحمد لله. يلا يا لوج. جي جي حي حي خي خي دي ذي ري زي سي سي شي شي صي صي ضي ضي طي ضي عي عي ري ري في في قي قي كي كي لي لي مي مي
ني ني هي 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 وي يي يي يا ريت نكتبهم سريعا. أنا سريتة أستاذ. كتبتي؟ أنا كملت يا أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. حتى أنا أستاذ سالس. كتبتهم يا أستاذ. طب اللي ما كتبش لسه يقول انا ما كتبتش بس. أنا كتبت أستاذ. طيب يا استاذ كتبته. اللي ما كتبش، اللي ما كتبش يقول انا لسه ما خلصتش. أنا كتبت يا أستاذ. كله خلص يعني؟ حد لسه بيكتب؟ ما شاء الله تمام. نركز بقى. قرأنا الحرف المفتوح وقلنا ايه؟ بنفتح فمنا، بنفتح تمي، بفتح بقي. بقول وما بكملش حرف، بقولش الف، لا 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 خالص، خلص الف دي خلاص. طب هنا الحرف المكسور كده. ايه مع نفسك كده بصوت عالي وما تفتحش المايك. ايه بي بي تي 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 جي جي حي حي خي خي دي ذي ري زي ذي بس زي اقفل المايك بتاعك لو سمحت. ولا تاني كده ايه ذي هو ذي زي لا ما ت... لا ما تخرجش ورايا، اقرا ورايا بس مع نفسك. ري هنا زي من غير صوت، من غير ما احط لساني بقى. زي سي سي شي شي صي صي مفخمة اهي، حروف المفخمة هعملها لكم باللون الأزرق عشان تبقوا واخدين بالك انها مفخمة. صي صي ضي 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 ما اقولش دي، لا مش دي، ضي 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 ضياء ضياء ضياء. بقول ايه؟ بقول له ايه؟ دي يا دي؟ لا طبعا بتدلع انا كده، بقول ضي ضياء ضياء. ها طي 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 ها ركز. معنى ده بقى اللي خدت عليها لون احمر ولون ازرق، لان دي مفخمه وفي نفس الوقت لثويه، فقول ايه؟ ضي 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 ضي، ما اقولش ضي، ما اقولش ضي زي، لا. طب انا مش عارف يعني، مش عايز اسمع، لو قلت ضي عارف ضي 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 بالمفخمه كده
هي دي مش دي ولا دي، دي اسمها ايه؟ زي رقيقة، زيزي زيزي. ها زياد، زي زي زياد، ما هوش ايه زياد، لا بقول زياد زياد زي، انما دي زي زي زي. عي عي غي غي في في قي قي. يبقى انا عندي كام حرف لاتوي، كام حرف مفخم؟ ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صي ضي طي ضي قي قي. ما اقولش كي كي اهي، كي كي لي لي مي مي ني ني هي 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 وي يي يي. هنشرح بقى الهي هي 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 دي، هم أربعة ليه؟ قلنا أي حرف له شكلان، له شكلين، الشكل الأول يأتي في بداية ووسط الكلمة، عشان كده بقول لك اكتب زي ما أنا كاتب بالظبط، مش تكتب دي في الأول ودي بمزاجك كده، لا. يبقى عشان تبقى عارف إن الحرف الشكل اللي هو في الباء يأتي في بداية ووسط الكلمة، والشكل ده يأتي في نهاية الكلمة. طب هي الباء بس؟ لا، أي حرف له شكلين. طب الحرف اللي له شكل واحد بيأتي بشكله زي ما هو خلاص، بداية بنفس الشكل، بداية الكلمة، في وسط الكلمة بنفس الشكل، بنهاية الكلمة بنفس الشكل. طيب أمال الأربع حروف دول بقى يا أستاذي دول إيه بقى دول؟ الهاء بقى أربع مرات أهي، ليه بقى كده يا أستاذ؟ ليه كده الهاء دي؟ الهاء دي مد ايديها اول واحده، مد ايديها، يبقى تاتي في بدايه ووسط الكلم. طب تمام يا استاذ. طب لما دي تاتي في بدايه ووسط الكلمه، البدايه اهي والوسط اهو، ركز معايا، ادي الكلمه هنا اهي، وادي البدايه، وادي الوسط، وادي النهايه. الهاء دي تأتي في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة. حلو، أمال دي يا أستاذ تأتي في وسط الكلمة، قال لك هما الاثنين، أيوه الاثنين، بس ركز بقى، دي تأتي في وسط الكلمة، ركز عشان تكتب كمان صح. هي القصة في إيه؟ القصة في إيه؟ القصة إن أنا بعمل إيه؟ أنا عايز أعلمك، لا مش أعلمك، ده أنا عايز حضرتك تعلم ابنك وبنتك، أختك الصغيرة، أخوك الصغير، عايز كنت تعلمه كل، مش أنا، مش تتعلم أنت بس، لا تتعلم وتعلم غيرك. تمام؟ يبقى أنا عندي الهاء دي مادة إيديها أهي، وإحنا قلنا أي حرف مادة إيده كده أهو، اللي هو إيد واحدة أهو مادة إيده، يأتي في وسط، في بداية الكلمة ووسط الكلمة. طب الهاء دي دي لها ايدين يا استاذ. طب بالله عليك بقى، اللي لها ايدين دي هتاتي في نهايه الكلمه؟ لا طبعا، لان اي حرف مادة ايده لازم الحرف اللي قبله لازم يتصل بيه. طب واللي لها يدين اتنين دي بقى، الهاء دي يبقى اكيد هتتصل بالحرف اللي قبلها وتتصل بالحرف اللي بعده. طب ايه الحرف اللي قبلها يا استاذ؟ جميع الاحرف تتصل بالهاء دي اذا جاءت الهاء في وسط الكلمه، جميع الاحرف، جميع الاحرف ما عدا الست احرف دول، الالف والدال والذال والراء والزاي والواو. اذا جاءت الكلمه فيها الف وبعدها هاء، بعدها هاء ما تنفعش الهاء دي، لان الهاء دي مش هتتصل بالالف، لان الالف اي حرف ياتي بعده لا يتصل به. واذا جاءت الدال
بعدها حرف هاء زي كلمة ذهب. ذهب دي مدينة أنا كنت فيها في سيناء، سيناء. ذهب، الدال جاء بعدها هاء. هل الهاء دي؟ لا طبعا. ليه؟ لأن الهاء دي لازم تتصل باللي قبلها، واللي قبلها حرف الدال، والدال ما فيش حرف بعد، يبقى هختار دي. يبقى نفس الكلام، إذا الهاء جاءت في وسط الكلمة وقبلها ألف أو دال أو دال أو راء أو زي أو واو، ما ينفعش ناخد دي. طب أمال دي ناخدها في إيه بقى؟ في كل الحروف ما عدا دول. يعني الباء جاء بعدها، ركز، الباء جاء بعدها هاء في وسط الكلمة، أخد دي. التاء جاء بعدها هاء في وسط الكلمة، أخد دي، بس أنا مش عارف أكتب دي يا أستاذ. تمام. دي تنفع في البداية وتنفع في الوسط. تمام؟ يبقى فرق عندنا اتنين هاء لسه. هي دي هاء؟ أيوه، ولا تاء مربوطة؟ لا، التاء مربوطة زيها بالظبط، بس عليها نقطتين. هنشوف عليها، هنو. الهاء دي بقى، الهاء دي تتصل بجميع الحروف إذا جاءت الهاء في نهاية الكلمة. إذا جاءت الهاء ده اهي، عندي اتنين هاء قريت في بداية الكلمة، في نهاية الكلمة أهي. إذا جاءت الهاء دي في نهاية الكلمة، ما هي دي اللي هتيجي في النهاية، الاتنين دول هياتوا في النهاية. دي لو جت في النهاية يبقى بتتصل أهي. طب بالله عليك لو بتتصل، مادة أداة أهي، يعني عايزة تمسك في الحرف اللي قبله. طب بالله عليك لما تتصل، هل هتتصل بالألف؟ لا. هل هتتصل بالدال؟ لا. يبقى لما يكون دال بعدها هاء أخيرة، هاء أخيرة، ما ينفعش آخد دي. أمال يا أستاذ آخد دي؟ يا راجل إحنا قلنا دي بلا وصل، أمال آخد أنهي هاء؟ الهاء دي. يبقى الهاء دي يا استاذ، ركز اهو، اعلم عليها اهو واسحبها لفوق كده اهو، واقول الهاء دي تاتي في نهايه الكلمه، بس بشرط لازم يكون قبلها الف او دال او ذال او راء او زي او واو، لازم. طب واذا ما كانش قبلها اي حرف من دول، اخد الهاء دي. يبقى انا عندي اتنين هاء واتنين هاء، دول بياتوا في نهايه الكلمه، خلاص معروفين. دي تاتي قبلها حرف الالف والدال والدال والراء والزاي والواو. طب امال دي تاتي بايه؟ بجميع الحروف ما عدا الحروف دي. تمام؟ خلاص؟ طيب، عرفنا الحروف وعرفنا نشرح الهاء دي. تمام، نتكلم بقى ونقول ايه. عايز اكتب كلمه بقى، بس مش كلمه كلها مكسوره، ما ينفعش اقول ايه سي جي دي سي جي دي سي ميعي، لا. هاخد الحرف المفتوح مع الحركه بتاع اليوم الكسره. امال ايه، ما احنا مش هننسى الحروف المفتوحه، مش الفتحة أنسى الفتحة وأدخل على الكسرة، فهمت الكسرة أنسى الكسرة وأدخل على الضمة، لا. ال الحركات زي السلم بالظبط، ما ينفعش أستغنى عن درجة. فهنتكلم أهو، بس قبل ما نتكلم عايزين الأستاذ بدري يقرأ لي السطر الأول. يلا تعال المايك بتاعك. دي ما اي اي لا 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 لا، بالاول علي صوتك شويه. اي بي تي ها سي ها، جي اسرع. ح ليه بقى؟ ها فتحتها ليه؟ ح ح يا استاذي، ح كده، ح ح لا، دي مفتوحه، دي مكسوره، دي مكسوره، قول عليها ايه؟ حي 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 ها خي حي. خي أستاذة فتيحة، اي أستاذة خي فتيحة دي، ها خي يا أستاذة، دي واحدة واحدة، الله يخليك، احنا بنقرأ السطر الثاني. ها
دي ها دي ها ري ها دي ها دي ها سي شي ها شي ها سي ايه؟ طي طيب برافو عليك ما شاء الله الأستاذة دنيا. دي لا دي دي ضي 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 دي ضياع دي دي ها دي لا تي تي ازاي دي لا مش تي تا طي تو طي طي تي تي طي تي ها ها زي ضي ها عي غي في برافو كا لا كي قي لا مش كي ديكي كي لا قي قي كي كي قي كي يوم القي القيامة القي مش الكيامة كي قي قي ها كي تمام أستاذة آسيا كي كي لي ما شاء الله مي ها ني ها ني هي ها وي اي ما شاء الله أستاذة شروق اي ها زي عظيم ها كي ضو كي قي فين قي ركزي كي كي دي ضو لا مش دي مش دي انا ما اقولش دياء اقولش دياء بقول دين انا ما اقولش دياء انما اقول ضي ضياء ضياء صح بتقولي ضياء ولا دياء ديو ضي ضي ها كي كي عظيم ها لسه فيه ها بي بي ها بي ها دي بي ما شاء الله ها تي طي طي تي طي تي 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 لي ليه ما شاء الله ها تي تي ري ها ري ها زي زي لا مش زي لا مش زي ضي 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 زي زي ضي ها مي مي استاذ رجينا استاذ رجينا ها سي استاذ سي ها زي ها عي انت كنت نايمة ولا ايه ها ني ها جي ها ها سي ها ري هي عظيم استاذ محمود صابر ايه ما شايفش حاجة يا استاذ ليه مش شايف ليه مش معنى انت شايفين السبورة ولا مش شايفينها يا جماعة انا كده شايف لا انت شايفين السبورة ولا مش شايفينها كده شايفين شايفينها يا استاذ تمام اخويا يا استاذ كده مع الاستاذ محمود كده مش شايف هدوس على البتاع دي الفاتح ولا لا بتاعي ما انت قدامي انت لازم تفتح الكاميرا من غير ما تفتح الكاميرا انت شايفني ولا مش شايفني شايفك كده يا استاذ شايفني ايه ما انت يبقى شايف السبورة ما طالما شايفني يبقى شايف السبورة طب ابدا كده يا استاذ مش عارف اي ابدا دي المعتمه هي اقرأ ها هي ها شي ها في ها هي ها خي ها صي عظيم كي عظيم وي ها يي ما شاء الله ممتازين ممتازين جدا نمسح بقى ونربط كلمة بقى مكونة من فتحة مع كسرة ما أستاذ شاء عاوز الله أحاول أستاذ بسيوني نعم عاوز أحاول أجمع كلام مش عارف الحروف وعارف شكلها وكل حاجة بس مش عارف أجمعها خالص عشان وقفك ساعتها مش موجود ولا ايه؟ ما أنا تاني حصة ليا دي يا أستاذ انا حصة دي الحصة الرابعة يا استاذ بتاعتنا دي طب ما أنت كنت حضرتك مسافر المغرب وأنا هبعت لكم عندي ما احنا 3 ايام اجازة 2 و4 وسبت
ويوم السبت بعت لكم قلت لكم يا جماعه بلاش اليوم الاثنين اللي جاي خليها يوم الاربعاء، فخدنا الاربع والخميس والجمعه والسبت. يبقى انت ما تابعتش معايا اصلا، انت اصلا والله انا مستني رد منك يا استاذ، مني. طب ما انا رديت على الكل والله ما بقيت لي حاجه على الواتس. استاذ محمود، الكل عارف ان انا مدي 3 ايام اجازه بس، اثنين واربعاء وسبت 3 حصص. ففي الحصه الثالثه كله اتصل، قلت لهم لا هناخد كمان حصه رابعه لان لسه ما خلصتش. وفي الحصه الرابعه انا عوضتك حصتين، يعني النهارده كده دي الحصه الثانيه بتاعتك من الاربعه. يعني النهارده حضرنا الاربعاء والخميس والجمعه والسبت ورا بعض، طب انا عاوز وهنحضر ان شاء الله، ركز، وهنحضر تمام. الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس القادمين، انا قلت لك قبل اهو. تمام يا استاذ، في امل نجمع كلام ان شاء الله يا استاذ ونقرا. في امل، امال ايه؟ امال يعني في امل وفي عمر وفي كله، امال ايه؟ طبعا هنجمع كلمه حالا اهو. هنقرا الكلمه دي سريعا كده. سي مي اي سيمي ايه؟ سيمي ايه ديت؟ راح ده واحده، الله يخليك. ما قلتلكش شكرا. اقفل المايك بتاعك، اقفل ما المايك استاذ بتاعك، المطرح ابتدي معايا يعني. اقفل المايك بتاعك يا استاذي. سين مفتوحه تبقى ايه؟ سا سا. والميم مكسوره، فهاخد السين 3 احرف اهو، هاخد السين مع الميم. سامي مش سامي، لا سامي دي الكلمة خلصت، انما لسه في حرف. سامي عا سامي عا سامي عا سامي عا سامي عا. طب هجمع ازاي الاستاذ اللي ما حضرش حصتين دول؟ هجمع ازاي السين دي؟ مش لها شكلين يا استاذي؟ ايوه لها شكلين، ادا شكل وادا شكل، ولسه قايلين حالا اي شكل مدد ايده كده اهو، فبياتي في بدايه الكلمه ووسط الكلمه. طيب الميم مش لها شكلين؟ ايوه ادا شكل وادا شكل اهو. العين مش لها شكلين؟ ايوه ادا شكل وادا شكل. اللي مدد ايده قلنا بياتي في بدايه الكلمه ووسط الكلمه. هعدلها بقى عشان هي كده متلخبطه. اخد انهي سين؟ ما السين دي جايه في اول الكلمه اهي، ما دي اول الكلمه ودي وسط الكلمه ودي نهايه الكلمه. السين جايه في اول الكلمه، هختار دي؟ لا طبعا، اهي دي اللي بتاتي في بدايه وسط الكلمه، ودي اللي بتاتي في البدايه والوسط، دي اللي بتاتي في البدايه والوسط. يبقى هاخد السين دي اهي واحط عليها الفتح. انهي مين؟ دي ولا دي؟ دي اللي بتاتي في الوسط وفي البدايه، يبقى هاخد دي واحط الكسره بتاعتها. ها؟ عين دي بتاتي في البدايه والوسط وهي بتاتي في النهايه، والعين اخر حرف اهو. واقرا الكلمه. اظن الموضوع واضح جدا يا استاذ محمود. كتبت ورايا انت اليوم الحروف كلها بالكامل، وشرحناها وقلنا الحرف اللي له شكلين، الحرف منه اللي مادد ايده على السطر هياتي في بدايه الكلمه ووسط الكلمه، والحرف الثاني ياتي في نهايه الكلمه. وكتبت الحروف بنفس التفصيل زي الحروف المفتوحه بالظبط. ركز، واليوم النهارده تراجع عليهم مراجعه سريعه جدا، تقعد تراجع عليهم انه حرف اللي بياتي في البدايه والوسط، وتجمع كل واحد يجمع يا جماعه 15 كلمه، 15 كلمه، 15 كلمه. خد بالك الحرف الاول فيها مفتوح والحرف الاخير مفتوح واللي في الوسط مكسور. يبقى هتجمع لي 15، تجمعوا لي 15 كلمه مفتوح مع مكسور مع مفتوح، فتحه كسره فتحه بنفس الترتيب. طب نقرا ده. سامي عا سامي عا سامي عا سامي عا
سامعة. طب ناخد كمان كلمة عشان ندرب الأستاذ محمود. ندرب الأستاذ محمود بس نقرأها الأول. فبنقرأ إيه؟ حرفين اتنين قديمة مرة. نعم قديمة أنا ما قلتلكش اقرأهم والله يا أستاذ محمد غالي. أنت كنت فين يا أستاذ محمد؟ دروس أستاذ كنت فين يا أستاذ محمد؟ أنت جاي في نهاية الحصة إيه؟ قرأ دي قا دي قا دي ما قا دي ما. القاف لها شكلين؟ ايوه لها شكلين، قاف تاتي في بدايه وسط الكلمه وقاف تاتي في نهايه الكلمه. طب دي جايه في الاول يبقى اختار القاف دي مش دي، يبقى اهي قا. الدال لها شكل واحد فانا بحطها على طول. طب هي تمسك في القاف؟ مش القاف مادة ايه ده؟ اي حرف مادة ايده الحرف اللي بعده لازم يمسك فيه، قاعده مسلم به. طب الميم، الميم تتصل بالدال؟ هي الدال الحرف اللي بعد الدال بيتصل؟ لا، يبقى الميم لوحدها اهي. قا دي ما قادمة قادمة. ناخد كمان كلمة. فاء. ودي هاء مكسورة. ودي ميم مفتوحة. دي هاء. هنقرأ الأول زي ما يحكوا كده. فا هي فا هي فا هي فا هي ما فا هي ما فا هي ما. هتكتب لي الكلمة دي في من ضمن. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.